معكم تيو اوفيسيال. الاسم ديالي الحقيقي عبد الفتاح، سكن مدينة أكادير، يوتيوبرز موجز تخصص القانون، ممثل أفلام قصيرة والأفلام الطويلة وفيديوهات كوميدية، وعندي عدة دبلومات في المسرح مع ممثلين كبار ديال المسرح، مع بابو الله يرحمه، مع بادوج الله يرحمه حتى هو، الله يرحمهم الله يوسع عليهم. واليوم جيت انني نقول لكم الحب ديالي لواحد السيده اللي تنبغيها، وغادي يجيكم في الشكل، غادي يجيكم في الشكل هاد الهضره اللي غادي نقول لكم دابا، وانما غادي نقول لكم الحقيقه في الدقيقه. داكشي اللي كان غادي نقول لكم يعني شي حاجه ديال الحب راه ما كتخباش، علاش غادي تخبي شي حاجه اللي انت كتحس بها في الداخل ديالك؟ انا كنبغي حريوده، الام ديالنا دي حسي كنعترف ليها بالحب ديالي من هاد المنبر هذا، تنقول ليها كنبغيك. انا اكتشفت راسي مؤخرا فاش خلقات ديك الضجه ديال السوشيال ميديا، وقالوا لي ان الام ديالنا دي حسي فيها شي صفات الله عمرها دار وهذا، ومن خلال انني كنت يعني كنتابعها ديما، حيت نزار اللي هو كان انا كندير معاه فيديوهات فلاشين، وكنا كنمثلو وكنديروا فيديوهات، وفي الاخير نزار يعني تزوج بالبنت ديال حريوده اللي هي ندى حسي، وحتى انا كنبغي ام ديالها اللي هي حريوده، وقلت علاش انا ما نجمعوش الشمل ديال كل شمل واحد ونضربوا الحديد ما حدو سخون. العمر ديالي غادي تكون دابا 24 سنه، وحريوده كبيره عليا عرفت غادي تقولها، ولكن العمر كيبقى رقم، ما عمرك يعني تديها في اللاش، اللاش تبقى رقم. خدم في اليوتيوب، كندير فيديوهات كوميديا في القناه ديالي، الحمد لله عاش هو هذاك سانك سانك. غادي نهدي ليها الحب ديالي، ما غاديش نقول لك انا كما قال نزار نهدي ليها الكلوه ولا نهدي ليها القالب ولا، انا ديال الحب ديالي بارك عليها، حيت الحب ما كيتعوضش، ماشي اي واحد يهدي ليها الحب. فشنو هو الحب؟ راه ما كتشري ما والو، واخا تجيب الملاير ديال الدنيا ما غادي تشري الحب. العادي الميلودي تواصلت معاه وتحيه ليه من هنايا، وقال لي انني ان الى قبلت حريوده بالزواج ديالي غادي نجي ان شاء الله، غادي يغني لينا عادل الميلودي في العرس ديالنا. تواصلت معاه وديديكاس ليه من هنايا، عادل الميلودي ولد الشعب، تحيه ليه من هنايا، وكيبغي الدراوش تيبغي ولاد الناس، تحيه ليه العادل الميلودي من عند الاخ تي اوفيسيال، راك عارفني ولد اكادير، تحيه لك تي اوفيسيال. بزاف ديال الاخوان مثلا يعني اغلبيه الناس تعرفوني، ولكن كاين شي اخوان مثلا ما تعرفوني، اللي بغيت تعرف عليا يجي عندي القناه ديالي مرحبا به، ماشي كندير الاشهار، وانما غير اللي بغيت تعرف عليا يجي عندي مرحبا به تي اوفيسيال. وتحيه للناس ديال الجزائر، خوا ماشي عداوة، والناس ديال اوروبا كاملين، وديكات اليوم كاملين هنا، وديكات الناس ديال المغرب ما ترجعش حريوده. تنقول لها الرساله الاخيره اللي نقدر نقول لها من هنايا، نقول لها قبلي بها، حيت ما غاديش تلقاي بحالي واخا دوري المغرب كامل،